احنا اليوم في الورشه تفاعليه تكوينيه للفعاليات الجمعويه بمختلف مقاطعات مدينه الدار البيضاء، كتاتي في سياق المبادره ديال الترافع من اجل اعمال اهداف والتزامات المدن المستدامه ومبادئ المواطنه الحضريه في السياسات العموميه والحكمه العموميه والبرامج التنمويه في مدينه الدار البيضاء. اولا كما كنعرفوا انه المفهوم ديال الاستدامه، المدن المستدامه والمواطنه الحضريه، هو واحد المفهوم كيركز اساسا على ضرورة التوازن ما بين مختلف العوامل ديال تدبير الشأن العام المحلي، التوازن ما بين الحقوق والواجبات، التوازن ما بين العوامل والمتطلبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية، وأنه كل ما تم الإخلال بهذا التوازن كل ما هذا كيكون ضار بالتنمية ديال المدينة، بالمواطنة الحضرية في المدينة، وبالمصالح والحقوق للمواطنات والمواطنين، كل ما كيضعف الحق حتى المردودية والفعالية والنجاعة ديال الحكمة العمومية. وجزء كبير من المشاكل ديال الدار البيضاء راهين بضعف التوازن ما بين الحقوق والواجبات، ما بين المصالح، وما بين العوامل والحاجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. اللقاء ديال اليوم الغاية منه هو تأهيل واحد مجموعة الفعاليات الجمعوية في المقاطعات 16 ديال الدار البيضاء، في كيفاش يتمكنوا أنهم على مستوى المقاطعات والأحياء يرافعوا لدى العمالات، لدى المندوبيات الوزارية، لدى مجالس المقاطعات ومجلس المدينة، حول إعمال أهداف والتزامات المدن المستدامة والمبادئ ديال المواطنة الحضرية، بشكل كما قلنا اللي كيضمن أنه تولي الأحياء منتجة حامية لهذا التوازن ديال الحقوق وديال المصالح، وحامية للتوازن ما بين مختلف مدخلات ومرتكزات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل يرفع من المردودية ديال المرافق والخدمات العمومية وقدرتها على حماية الحقوق ديال المواطنات والمواطنين والإدماج ديالهم والمشاركة ديالهم الديمقراطية والتنموية.